حضور وايد طيب. طبعا اليوم كان عندنا الميزان والمؤتمر الصحفي للبطولة والحمد لله ناجح بكل المقاييس، ومن الحضور الموجود هذا ان احنا الحمد لله يعني نجحنا ووصلنا ان الناس تعرف ان في فنون قتالية وان هذه ثقافة وان الناس قامت تتابع الرياضة هذه. الحمد لله الميزان ناجح اليوم بكل مقاييسه. طبعا احنا بعد ما شفنا هذا التقرير اللي يوضح عملية الميزان، وهي عملية يعني من احد التحضيرات اللي بتصير لجي اف سي 2. تذكر سعود، احنا بعد ما خلصنا جي اف سي 1 انهالت علينا طلبات المشاركة من اغلب منظمات العالم للمشاركة في بطولة جي اف سي 2. طبعا شنو الشغلة الحلوة تصير بميزان؟ ان الكل قاعد يشوف شنو تصير ودية بين الخصمين، يعني مو الناس مو يفكرون انه والله هذا عدوي او هذا خصمي. هو صح خصمه يكون داخل الحلبة، برا الحلبة يكون صاحبه. لو تلاحظون يشوفه بالميزان يوقف قدامه، يسوون حركة استعراضية، وتلاقي بعضهم يسلمون على بعض ويلمون على بعض، يلمون بعض كأنه ما في شيء، هم ربع بالنهاية. طبعا في النهاية هذه رياضة، وهي رياضة قوية وليست رياضة عنيفة، والناس يمكن بعض الناس تأخذ عنها فكرة غلط، ولكن احنا نحب نحكي للجميع ان الجميع من يمارس هذه الألعاب القتالية وتشوفه انسان هادئ لا يمكن ان يستخدم مهاراته او قوته في الشارع، ولكنها اسلوب من اساليب الدفاع عن النفس، بالإضافة الى انها تربي في الانسان الهدوء والتحكم في الأعصاب، لان في تمارين في جميع الألعاب القتالية تؤدي الى ان اللاعب يتحكم في أعصابه. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالفقرات وتعرفتوا أكثر على منظمة جي اف سي وعلى الفنون القتالية المختلطة بصورة عامة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا. تابعونا كل يوم جمعة الساعة 9:30 بتوقيت الكويت على قناة الراي، واللي يحب يعرف معلومات أكثر عنا دش على موقعنا www.gfc-mma.com، أو اللي يحب يتواصل معنا من خلال تويتر @wawanprotein، أو من خلال الفيسبوك اللي هو gfc.mma، أو الانستغرام يحب يشوف الصور اللي بننزلها عن أحداثنا في GFC 1 أو GFC 2 @gfcmma. الله يعطيك العافية سعود. الله يعافيك، مشكور أخوي صالح، نشوفكم على خير إن شاء الله.